كل اللي هنحتاجه النهاردة قماش من بطانات الملابس، لكن يكون 100% قطن. الخامة لازم تكون خامة breathable، يعني خامة بتتنفس كويس، لازم تكون طبيعية قطن، عشان دي هتبقى فوق راس البيبي او فوق السرير بتاعه او فوق حتى اللي هو الكارسيت، كرسي العربية اللي هيبقى محطوط فيه او اي حاجة هيكون نايم فيها البيبي، فلازم تكون قطن 100%. ده قماش بطانات الملابس. وده الركراك او اللي هي ده اللي هي الكلفة الزجزاج دي، او اي كلفة تحبيها، اي كلفة تفضليها، اي اللي هو الدانتيل لو حابة. والمقاس حوالي متر في متر وربع، وطبعا بنغيره بنكبر او بنصغر حسب الحاجة اللي هنحطها فوقها، حسب مقاس السرير. المزورة بتاعتك ليها وشين، وش بيبقى بالسنتي ووش بيبقى بالبوصة، يعني استخدام البوصة شائع جدا جدا يعني. فأنا في البروجكت ده بستخدم البوصة، فعلى ظهر المزورة بتاعتك أو على وش من الوشين بتوعها هتلقي البوصة، وهتعرفيها لأنها تبقى أكبر شوية من السنتي. البوصة حوالي 2.5 سنتي، وهتلاقي مكتوب IN اختصار الانش اللي هي البوصة، أو انش INCH. أوكي، فليه بقولك الكلام ده؟ لأن عشان نشطب القطعة دي هنطوي الحرف مقدار ربع بوصة، وبعدين مقدار نص بوصة، وهنخيط حوالين القطعة كلها، ما عدا اذا حبيتي تستخدمي قطعة اللي هي البيرسون، لانها في القماش ده خفيفة جدا، ما فيش فيها اي كتابات، ما فيش فيها اي مشاكل، تقدري تستخدميها. بشكل عام احنا بنحب نقصها لو مخرمة او لو فيها كتابة او اي حاجة بس، وبتعملي كده حوالين القطعة كلها. تاني طرف القماشة زي ما قلت ربع بوصة، بعدين طويت فوقها النص بوصة، طويتها مرتين، ثبتت بالدبابيس، وهخيط قريب جدا من الحافة، مش الحافة اللي بره دي، الحافة اللي جوه. رفيناها. دلوقتي احنا وصلنا لاخر الحرف ده. دلوقتي اذا مش عايزة تخيطي البيرسل سيبي وتنقلي مباشرة للناحية اللي قصادها، خيطيها بنفس الطريقة اللي هي الناحية دي ما خيطناهاش، او اذا عايزة تخيطي البرسل معاها وتدوري حوالين القماشة كلها بالخياطة، اتني بنفس الطريقة ربع بوصة بعدين نص بوصة، وتخيطي على الحافة اللي جوه، على الحافة دي قريب جدا منها زي ما عملنا هنا بالظبط بالشكل ده. وده شكلها من بره، انا بقلبها لجوه علشان تتشاف. دلوقتي خيطناها، اللي هي عبارة عن رافية، بس رافية بسيطة جدا. ودلوقتي هنثبت الركراك فوقها، هنتني الحرف بس مقدار اقل من سنتي، نص سنتي بس علشان ما ينسلش، وهنخيط فوقه، هنثبت بالدبابيس اذا حابين على طول الخط، وهندور حوالين القطعة. نهاية ضلع من الأضلاع زي ما هو كده، بس بناخد الكلفة أو الركراك معانا لجوه شوية، بنثبتها بالخياطة، بنعمل زي زاوية صغيرة جدا غير ملحوظة، بس بنتني الحافة على الحافة حاجة بسيطة جدا، وبنكمل بنفس الطريقة، بنثبت بالدبابيس إذا محتاجين وبنكمل. دلوقتي دورنا حواليها كلها، هنسيب بس مسافة سنتي ونص ونقص، وهنتنيها لجوه على ظهر الخياطة من جوه مرة ومرة تانية لجواها علشان ما تنسلش خالص، وهندوس عليها بالماكينة من فوق رايح جاي مرتين ثلاثة. ده الجزء اللي قلتلكوا عليه، التانية الصغيرة اللي بنعملها واحنا بننقل من ناحية لناحية، معمول بمنتهى البساطة والشياكة، ونضيف جدا
كده الشيت بتاعنا خلص او الناموسيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم وشير بليز، اكتبوا لي اي تعليق تحت اذا حبيتوا اي مساعده مع البروجكت ده، وسبسكرايب اشتركوا في القناه اذا ما كنتش اشتركتوا علشان الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم المره الجايه. باي باي.